مبروك لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، فوز مهم وثلاث نقاط غالية جدا في مشوار النادي الأهلي نحو الحفاظ على بطولة الدوري الموسم الثالث على التوالي. معايا في هذه اللحظات الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. كابتن حسام ببارك لك طبعا، أداء كبير، نتيجة جيدة جدا، النادي الأهلي بيسير ما شاء الله بخطوات ثابتة، لكن عايز أخد تقييمك لأداء الفريق النهاردة. في البدايه طبعا تحياتي ومتيش كابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، تحياتي لكم جميعا. اكيد بقول الحمد لله على الفوز النهارده، طبعا فوز مهم جدا، ويمكن زي ما بنتكلم دائما طبعا كل مباريات مهمه وثلاث نقاط بيبقوا مهمين جدا، والفوز بيبقى مهم جدا لهدفنا في البطوله. لكن يمكن كان جزء من تحضير المباراه النهارده ان دي اخر مباراه مؤجله بالنسبه لنا، فالثلاث نقاط كمان بيزيدوا اهميه، بيبقوا بيزدادوا اهميه، لان اخر مباراه مؤجله بتساعدك طبعا في الحصول عليهم والفوز في المباراه، ان برضو بتبعد شويه وبتقرب للهدف بتاعك. اي نعم انا باكد وباكد مرارا وتكرارا ان بطوله الدوري العام لسه طويله طبعا، والمباراه لسه طويله، لكن اي ثلاث نقاط طبعا بيقربونا لهدفنا. يعني كابتن حسام، رغم وجود سبع اصابات تقريبا في قائمه النادي الاهلي في هذه الفتره، لكن واضح ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام واضع سيستم معين للفريق بيمشي عليه اي لعيب، بدليل ان اي لعيب بيشارك بيقدم نفس الشكل المطلوب من كابتن حسام، وايضا النتيجه دايما هي الفوز بالنسبه للنادي الاهلي. هو اكيد طبعا يعني ممكن تتغير الافراد، لكن خلينا نقول ان القدرات برضو بتبقى مهمه جدا، ممكن تغيير بعض الافراد في القدرات طبعا يقلل ادائك شويه او يختلف الاداء شويه، لكن انا بقول الشيء طبعا الايجابي اللي احنا بنكتسبه في المرحله اللي احنا فيها دي، والحمد لله بفضل الله على مدار مباريات متتاليه وفتره زمنيه مش قليله، بياكد ان الفكر الثابت عند اللعيبه اللي بنشتغله في التمرين طبعا واللي بنتكلم فيه بيبقى ثابت في دماغ اللعيبه، وعشان كده حتى ما بتتغير الافراد السيستم بيبقى موجود بشكل بنشوف الحمد لله متكرر، فاكيد بيسعدني طبعا كمدرب، وده طبعا بيجي نتيجه عمل شاق جدا انا والجهاز المعاون واللاعبين، لان انا بقول لازم اشكر اللاعبين لان هم اللي بينفذوا. يعني ضغط المباريات صعب جدا يا كابتن حسام، مباريات متتاليه بشكل كبير جدا، كل 3 4 ايام مباراه، شايف الجزئيه دي زي. طبعا انا قلت في المؤتمر، قلت لا الضغط بقى يعني سلبي، بقى مضر جدا طبعا، ويمكن احنا الحمد لله بفضل الله عندنا الكم اللي احنا بنتعاون، عندنا عمليه الروتيشن وعندنا البديل لكل مركز، فما فيش مشكله، لكن انا شايف ان هو طبعا بشكل عام لمرحله الدوري العام المتبقيه انا عندي العدد وفير الحمد لله، وبنتعامل مع اي غيابات بنقدر نعمل روتيشن، لكن هو طبعا الضغط انا بقول متواصل بشكل يعني قد يضر بالشكل العام، يعني طبعا يعني بقول لكل الفرق يعني. توفيق يا كابتن. شكرا.